قد بيعترف الرجل بالتقصير تجاه زوجته بالعلاقة العاطفية وبالتعبير وبالبخل العاطفي إذا بدي سميه تجاه زوجته؟ هي الرجل واقعي أكثر من المرأة، المرأة خيالية أكثر من الزوم. لهالشيء هذا هي بتحس حالها إنه عندها نقص من تجاه جوزها بالطريقة العاطفية، بس هو الزلمة إنه واقعي أكثر. لهالشيء هذا بيكون حاسس إنه عطيها أكثر من حاجاتها بالشيء العاطفي. يعني بس ليه عم بتقول الرجل بتنتظر من زوجها إنه يعبر لها، إنه يقول لها، إنه يقول لها حبيبي، إنه يقول لها هيدي المرأة هيك مرأة، وتكوين المرأة العاطفة تتوقع هيك من زوجها. كثير عند الزلمة خصوصا الشرقي إنه ما بيقدر يعبر عن مشاعره تجاه مرته بالذات، لأنه بياخدها من محل ضعف، بصير محل ضعف لإله هو. هالشيء الزلمة لازم يضل عنده مركز القوة والسلطة، ما في يضل يعطي مركز العاطفة والضعف. رح ناقشك عن الضعف وعن السلطة وعن القوة تجاه الزوجة، ولكن هي حكما مش إنه برودة مشاعر تجاه المرأة، يعني حكما مش خف الحب. هو عنده مخزون كبير، الرجل عنده مخزون كبير بقلبه تجاه مرته، وانه هاي اخر شيء مرته اكيد بحبها وبيعزها، بس كتعبير ما بيقدر يعبرها. ليه عم تحكي عن القوة والضعف بعلاقة هي علاقة شراكة وعلاقة حياة؟ ليه عم تحكي بين الزلمي زلمي؟ ما في غير، يا بيكون الزلمي زلمي لانه هو كل شيء، هو السلطة، هو القوة. وقت بدي يحكي هيك بحس حاله هو ضعيف، ما بيقدر، لانه هاي مش تماما، بياخذوها من نقطة ضعف. اذا قال لها بحبك، اذا قال لها حبيبي، اذا قال لك، اذا قال لها هالتعابير، كيف هيدا الشيء بينتقص من رجوليته؟ كيف هيدا الكلام ممكن يكون ضعف؟ هيدي صعب كتير يقولها الزلمي، هيدي بيقولها لصاحبته، بيقولها لصديقته، بس صعب يقولها لمرته. في صعوبة فيها انه تطلع منه لمرته. اي كلمة صعبة تقولها لمرتك؟ بحبك، لانه المرة بتطلب اكثر، بتقول لها بحبك اليوم، على بكره بدها اكثر واكثر واكثر. لو وين بتوصل معك اخر شيء ما بعرف. كل ما تطلب كل ما اعطيها اكثر. لا هيدي مش من عاداتنا. اي عادات عم تحكي عنها؟ اي عادات بتشربها الرجل وبيوصل لمحل بصير بيطلع الرجل بيطلع عاداته، هي يعني من ابو، من بيو، من جده، من حواليه، من مجتمعه، بيطلع انه هو ماشي على الطريق السليم بهذا الطريق، ما في غير. قلت انه ممكن هيدا الكلام يقوله الرجل لصاحبته، صح؟ قصدك قبل الزواج، يعني ممكن واحد يعبر بهالطريقة للإنسان اللي بحبه. الرجل الشرقي عنده كلام غزلي كتير، بس الشيء اللي بيخصه هو بيخصه مزبوط ما بيقدر يعبره، أما الشيء ما بيخصه بيعبر. شو هالحاجز اللي ما بخليك تعبر لزوجتك؟ هو حال يعني كتير من الرجال الشرقيين يعني تاخدوا المرأة ضعف تجاهه، حتى المجتمع بياخدوا ضعف. يعني اليوم إذا المرأة قلت لها هذا الكلام أكيد حتخبرك. إذا قال لك بحبك بتشوفيه ضعيف؟ لا، ما بعتبره ضعيف، ولا بعتبر انه راح من رجوليته. اذا زوجتك هي اللي عم بتقول انه هي المرأة اللي عم بتقول انه بالعكس، اذا قال لي بضيف من رجوليته ما بنقص من رجوليته للرجل. الرجال عنده حسابات تانية، الرجال ما بيعبر بالكلام، الرجال بيعبر بكثير شغلات بالبيت، بضروري يعبر بالكلام، الكلام العاطفي عنده صعوبة يحكيها. هون عن حلقة عن الرجل ومشاكل الرجل وهواجس الرجل ومشاكله النفسية وعادات الرجل. ليه الرجل اليوم بيرفض يقول انه جدد علاقته هو وزوجته؟ وقد انا عم بقول حسب الابحاث اللي عملت عن العلاقات الثنائيه، وقد يبحث عن التعويض خارج المنزل، لانه الدور اللي بيقوموا فيه خارج المنزل المره بالبيت ما ايش فيها تقوم فيه. اذا بدنا نمثل فينا نمثل، بس المره بتوصل لمحل ما ما ايش فيها تقوم بالدور اللي هو بحب الرجل. ام الرجل بيستحي يطلب من زوجته شو اللي بحب هو يعيشه؟ انا بقول لانه يمكن لانه ضعف من الرجل يطلب من زوجته اللي بحب هو يعيشه. عم برجع على نفس الفكره. صح، ضعف، ما بيقدر بحسه ضعف اذا بده يطلب منها لهي. قد ايه هون عم تحكي عن الرجوله وعن الضعف، قد ايه اليوم بضل في رجوله عندما تحطم المراه وتحطم زوجتك عاطفيا؟ هون عن مفاهيم الرجوله، الرجوله هو يقبل الرجل انه مرته تتحطم داخليا؟ لا اكيد لا، بس هو بيحاول معه بغير طرق، مش ضروري بالطريقه اللي يكون فيها هو بمبداه انه هذا الشيء اذا بده يعمل كرمالها هي انه هو يضعف وهي تتكسر. بيحاول معه بغير طريقه يعوض لها بشغلات تانية، مش ضروري بالشغلات العاطفيه اللي هي تطلبها. يعني اليوم ما بيخليها محتاجه لشيء، بيقدم لها كل شيء و و و بس ما بيعطيها الشيء اللي هي بدها اياه، اللي هو بيكون عنده هو انه هو ضعف ما بيقدر يامن لها اياه، حتى هي بدها تتكسر عاطفيا. الرجل انت زوجة بتعيشوا بالبيت نفسه، انتوا مع بعض، انتوا بالسراء والضراء مع بعض، ولكن سؤال، لما تضعف، لما تتعب، لما تمرض،
بتفرجيها هالشيء لزوجتك او بالعكس بدك تضلك تفرجيها انك انت قوي وانك انت مستحيل تضعف؟ لا اكيد اذا شغلي شوي خصوصيه ما فرجيها. يا شو يعني خصوصيه؟ يعني اذا يعني مرض مثلا ما حدا نقرب عند الحكيم هذا شيء عادي بتقول لي إيه؟ اما اذا شيء بياثر عليه هو حد هلا ما وصلنا له يعني الحمد لله بس هلا حد هلا ما وصلنا له. شو هو اللي ممكن مش ممكن الرجل يعترف فيه قدام زوجته؟ دائما الرجل بيخاف من شغله واحده هي رجولته، يعني مع تقدم بالسن بالطبيعه انه يصير عنده مشاكل جنسيه. نعم بالطبيعه انه يصير عنده سن بهالشيء، هذا ببادر هو يروح يعمل علاجات ما عند الدكاتره، بس هذا ما بيبوح فيه لمرض لانه هذا بيخاف. ما هذا الخوف من الرجل الشرقي اذا بيبيع بهالشغله انه هي كل شيء. شو هو كل شيء؟ ضعت معك. هو العلاقه الجنسيه هي كل شيء، فحوله الرجل هي كل شيء، او اذا قال كلام حلو ساعتها ضعف؟ لا العلاقه الجنسيه ما هي اساس الرجل، يعني الانتحار هو بيصير بس تروح هاي العلاقه الجنسيه عند الرجل بقاش عنده القدره انه يعملها، هيدا بسبب له انتحار اكثر ما هي الكلام العاطفي. مثل ما حضرتك قلت اذا واحد بيحكي كلام حلو او ما بيحكي هو بيعرف جواته شو فيه، بس بهاي الشغله ما في يتملك نفسه، هيدي الشغله هي اللي بتاثر عليه، بده اجباري بده يروح يتجه لمحل في مشكله. من اكثر الامراض المعرض الى الرجل خاصه بعد العمر بعد عمر الخمسين سرطان البروستات. قديش انت وزوجتك ممكن تحكوا بهذه الامور اللي خاصه بالرجل واللي الرجل اكيد بفكر فيها بكل لحظه بينه وبين حاله؟ قديش بتتشاركها انت وزوجتك؟ ولا مره ما بنحكي فيها الحديث ابدا. ليه؟ لانه بخوف، بخوف تجاه الرجل، بخوف الحديث خصوصا بدي يحكي فيه مع مرته. ولكن اذا كان في عوارض بروستات حكم المراه بدها تلاحظ في عوارض بروستات هيك يمكن لانه ما عاش انه ما في عوارض ما بتقول انه يمكن بعيد الخطر كرمال هيك ما بنحكي فيها. ما بيسبق الامور الرجال، ما بيسبق الامور، اذا حصلت الحاصله بخبيها كيف اذا مش واصل لها؟ وقد ايه هيدا الشيء بيعيشه بينه وبين نفسه ممكن يسبب له ايضا اكتئاب؟ اكيد بيسبب له اكتئاب كبير اذا بده يقعد يفكر بهالشغلات، بيسبب له اكتئاب كبير. حربة وخالد شكرا لكم وتحية لجرأتكم، يعني ثنائي عم بتحكي بهذه الشفافية على الهواء. بقدر جدا صدقكم وعم تحكوا اليوم على صوت عالي كثير امور بيحكوها رجال ونساء بيعانوا منها بصمت. شكرا لكم وتحية لجرأتكم الليلة.